افتكرت لك اسمه يا ستي. كان اسمه عبد الهادي الوراقي، نقيب الصيادله. دخل عليا في يوم الكابينه وعرفني بنفسه، قال لي ان اسمه عبد الهادي الوراقي نقيب الصيادله. انا كنت سمعت عنه قبل كده. سمعت بقى من مين؟ من مين؟ من هشام ابن طنط شموع. اللي كانت ساكنه عندنا في الدور الثالث. أيوة. عارفاها؟ لا مش فاكراها خالص. طنط شموع كان عندها ولد اسمه هشام. كان خريج كليه الصيدله وطلع الاول ما شاء الله. هشام ده كان ايه؟ ذوق واخلاق وادب وحياء، بس ما كانش يحب يقعد معانا، مع اننا كنا نحب نقعد مع اخوات اصحابنا الكبار. هشام بقى كان له اخت اسمها حنان، خريجه كليه الطب، بس كانت طويله وعريضه كده ومسترجله. طنط شموع مامتهم خلفت هشام وخلفت حنان، قوم على كبر بقى غلطت وخلفت مين؟ ولد كمان. الو. ايوه يا لميا، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه لميا؟ ايوه. طب علي السبيكر خلينا نسمع. حاضر. الو، ازيك يا لميا؟ ازيك يا رجائي، عامل ايه يا عريس؟ الحمد لله كويس، في نعمه والله. احنا طلبنا سمك على الغدا. بالهنا والشفا. الله يهنيكي. قولي لي يا لميا، ازاي الولاد؟ كويسين؟ كلنا كويسين الحمد لله. انتوا طمنونا عليكم. احنا كويسين قوي الحمد لله، احنا كويسين. انا لسه كنت بحكي الليله عن طنط شموع. شموع؟ شموع مين يا رجاء؟ طنط شموع جارتنا اللي في التالت، مامة هشام وحنان. مش فاكراها؟ يا رجائي، وانا فاكرة كلت ايه امبارح؟ انا بقى فاكر امبارح كلت ايه. كلت رنجة وبطارخ وجرجير. بالهنا والشفا يا حبيبي. هي ليلى جنبك؟ انا اهو يا حبيبتي، انا معاك يا اهو. طمنيني، ازاي الولاد؟ كويسين الحمد لله. انت كويسة؟ انا كويسة الحمد لله. طيب انا كنت بطمن عليكو بس. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. باي باي. باي باي يا حبيبتي. طيب انا هقوم بقى ايه اجيب التليفون بتاعي عشان اكلم الحاج رشاد. ما تنزل تروح له احسن. لا اصله رغاي.